طب احنا ينفع نقابل هبه او ندى هنا؟ الست الدكتوره او الست الاعلاميه نقابلها؟ طب والنبي ندعيهم لي يا ام حنظله. اهلا وسهلا يا ست الستات. اهلا بحضرتك. انت هبه ولا ندى؟ انا هبه. انت بتاعت الطب ولا بتاعت الاعلام؟ لا طب. انت بتاعت الطب؟ اه. انت اللي اتغصبتي عشان تاخدي اصعب كليه في مصر؟ ايوه انا. انت مجموعك كان كام؟ 99.9. كنت بتذاكري كام ساعة يا هبة عشان تجيبي مجموعة عالي كده في الثانوية؟ لا هو انتي ممكن تقولي ما بذاكرش كام ساعة. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله انا وصلت اصلا للمرحلة دي. طب وانا ما في الطب بتذاكري برضه كتير. طبعا، بس عارفة يعني ممكن تكون المذاكرة مهاودة شوية. انتي في سنة كام دلوقتي؟ انا في سنة خمسة. في خمسة؟ طب هانت. خلينا بقى في الحاجات المهمة روحانيا. الست والدتك دي اللي قايمه بالقصه دي كلها، احساسك من ناحيتها ايه؟ عارفه اللي هو حاجه على طول بتديكي طاقه ايجابيه كده على طول وقوه. يعني حاجه ما عندهاش لا ما ينفعش او لا مستحيل او لا ما يصحش، يعني تنزل تشتغل ننزل معاها ما فيش اي مشكله. انتوا مقسمين ايام الاسبوع معاها؟ صحابك في كلية الطب يعرفوا ان انت بتقفي على عربية حواوشي؟ انا عندي صحاب كتير، في منهم متقبل وعادي جدا ومفيش اي مشكلة. في تنمر بقى. في طبعا في تنمر بقى. لو ايه ده، انت مامتك بتبيع حواوشي في الشارع؟ بتعملي ايه بقى اللي يقول لك كده؟ بقى بضحك وبمشي. دي حاجة ما بتكسفنيش او ما بتضايقنيش، بالعكس ده انا بكون فرحانة، فاهمة؟ لما حد يجي يقول لي انت مامتك بتاعت الحواوشي اقول لهم وبعزمهم كمان، يعني تعالوا كلوا مش عارفه ايه. لكن اللي بيجي بقى يقولها ايه كاسلوب تنمر او كاسلوب استهزاء ما برد. رايك ان الست والدتك ب 100 راجل؟ بمليون راجل. ايوه يعني الست تعمل كل ده ما تبقاش بمليون راجل، يعني تبقى كل حاجه، فاهم؟ الاسره والبيت وكله، والصديق والام والاب، كل حاجه. طب انا عايزاكوا بقى ايه تشغلوا العربيه دي، نفسي ادوق بقى ساندوتش اعرف فعلا الاكل ده يعني الناس ظريفه وبس ولا في شيء الاكل بقى. بتاعنا حلو كمان فعلا. طبعا ما كنتش بقيت ملكه الحواوش. ملكه الحواوش. انت ست رائعه، انت ملكه رود الفرج كله. فرجيني. يلا ارجوكي.